بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين فتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وأعنا على ما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه، وتقبل منا ما أقمتنا فيه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ من سخطك والنار. أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة لأجمعين، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء كتبهم وشراحهم في الدارين آمين. في فقه السادة الشافعية، كتاب أحكام النكاح. يقول المصنف والشارح: كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به، وفي بعض النسخ وما يتصل به، من الأحكام والقضايا. وهذه الكلمة ساقطة من بعض نسخ المتن، اللي هي ومن الأحكام، من الأحكام والقضايا، دي كلمة زيادة، دي يعني ساقطة من بعض نسخ المتن. والنكاح يطلق لغة على الضم والوطء والعقد، يعني يطلق لغة على الضم، ويطلق يعني النكاح لغة الضم، ويطلق على الوطء والعقد، زي ما قال الإمام النووي كده بوضوح في شرح مسلم. قال: النكاح لغة الضم، ويطلق على الوطء والعقد. كويس. ويطلق شرعا على عقد مشتمل على الأركان والشروط. والنكاح مستحب، حكمه الفقهي أنه مستحب لمن يحتاج إليه، يعني هو فيه الأحكام الخمسة. قد يكون مباحا لمن لا يطوق له، ولكن عنده القدرة على مؤنة النكاح، لا يطوق للنساء وفي نفس الوقت عنده القدرة، يباح له أن يتزوج أو لا يتزوج براحته. لو هو عنده القدرة ويتوق إلى النساء يبقى يستحب، لو يخشى وقوع الزنا، الوقوع في الزنا، يبقى يجب، لو عنده القدرة يبقى حرام أو مكروه، على عدا على حسب هل هي القدرة منعدمة بالكلية ولا القدرة موجودة لكنها لا تكفي. فإن كانت موجودة ولا تكفي يبقى مكروه، لأنه هيرهق نفسه. وإن كانت غير موجودة بالكلية، إما القوة دي قد تكون جسمانيا، عنين مثلا، وقد تكون قدرة مالية فلا يستطيع أن ينفق على البيت ويحسن تربية الأولاد وما يتعلق، الذي يحرم عليه أن يتزوج. يبقى الزواج يعني يدخل فيه الأحكام الخمسة عندنا: قد يباح، وقد يستحب، وقد يجب، وقد يكره، وقد يحرم. لكن عموما لو عايز تلخص، قول هو مستحب، زواج مستحب لمن يحتاج إليه. يحتاج إليه إيه؟ بتوقانه للوطء، ويجد أهبته كمهر ونفقة. يبقى لازم الاثنين، يعني يطوق للوطء وعنده قدرة على النفقة، لازم الاثنين يتوفروا عشان نقول فيه مستحب في حقه. طب وإمتى يجب؟ هيقع في الزنا بقى، يبقى يجب، واخد بالك؟ لكن غير كده يبقى يستحب. طب عنده القدرة والأهبة كالنفقة والمهر، ولكن لا يتوق به، ولكن هو عنده القدرة على الوطء لكن لا يتوق، مش في باله،
يبقى مباح له أن يتزوج ومباح له أن لا يتزوج. زي واحد قدامه الأكل، هو مش جعان وفي نفس الوقت مش شبعان وأكل حلال، يباح له أن يأكل منه ويباح له أن لا يأكل. لكن لو كان جعان يستحب له أن يأكل، لو كان حيموت من الجوع يجب له أن يأكل. فنفس القصة. لا، لو افرض هو لسه مش لاقي المناسب، نشوفه الاول هو اللي عنده القدره على النفقه ويتوق للنساء وفي نفس الوقت ما يتجوزش، نقول له ما تتجوزش ليه؟ يقول يمكن مش لاقي واحده مناسب، محتمل يبحث عن واحده. يبقى ما نقولش عليه ان هو راغب عن السنه. لكن اللي راغب عن السنه اللي هو يقول لك لا انا مش هتجوز وكاره الزواج بالرغم ان هو يتوق له وعنده القدره ولا يبحث عن زوج، يبقى هنا يبقى ده راغب عن سنة النبي. واضح؟ حكمه على حسب، إذا كان بيقتدى به يبقى حرام، وإذا كان لا يقتدى به يبقى مكروه. واضح؟ بس يعني ممن يقتدى به والناس هتقلده يبقى كده حرام عشان هيدل الناس على خلاف السنة. لو كان محدش جريان به يبقى مكروه بقى في حقه، لأنه بيكلف نفسه، يعني بيعنت نفسه. والعنت يعني يكره. لكن لو وقع لو هيقع بالزنا نقول له بقى كده حرام، ما يصحش، حرام. لكن بيتعمد مخالفه السنه ده يسوء خاتمته. واحد متعمد مخالفه السنه مش في كده وبس، اي حاجه يعرف انها سنه يقول لك مش هعملها. ده بقى بيتعمد مخالفه السنه، ده ممكن تسوء خاتمته، نخاف عليه من سوء الخاتمه. واضح؟ فإن فقد الأهبة لم يستحب له النكاح، ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر فقط إلا أن تتعين الواحدة في حقه. إمتى يتعين الواحدة في حقه ولا يجوز أن يجمع أكثر من واحدة؟ لو كان سفيه، كنكاح سفيه ونحوه مما يتوقف على الحاجة، نحو زي مجنون، واحد مجنون عنده جنون وبيتوق للنساء، هتسيبه هيعمل لك مشاكل، كل يوم هتلاقيه جايب لك واحدة. هو مجنون، خلاص جوز واحدة كفاية. واخد بالك؟ علشان لكن ما تجوزوش ثلاثة وأربعة، هو مجنون كفاية عليه على قدر حاجته، فهمت بقى؟ كنكاح سفيه ونحوه مما يتوق مما يتوقف على الحاجة. ويجوز للعبد ولو مدبرا أو مبعضا أو مكاتبا أو معلقا عتقه بصفة، يعني أي عبد في شميمة عبودية، إما قن يعني عبد 100% أو مبعض يعني جزء حر وجزء عبد، أو مدبر يعني يقول له أنت حر دبر موتي، أو مكاتب يعني بيشتري نفسه على أقساط من سيده، أو معلقا عتقه بصفة يقول له إذا بلغت العشرين فأنت حر، إذا بلغت الثلاثين من عمرك فأنت حر، صفة من الصفات، إذا تخرجت من كلية الطب فأنت حر مثلا، يعني علقها بصفة أو بوقت معين، يقول له مثلا إذا حججت إلى بيت الله الحرام فأنت حر، يبقى منتظر لما ياخد تأشيرة ويروح يحج يبقى عتق. المهم علقه بإيه؟ بأمر. ويجوز للعبد ولو مدبرا أو مبعضا أو مكاتبا أو معلقا عتقه بصفة أن يجمع بين اثنتين، لأن العبد حقه نصف الحر، الحر يجمع بين أربعة يبقى العبد إيه؟ نصف الحر ثنتين، لأن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيبقى هو يجمع بين اثنين بس طول ما هو عبد، تحرر ممكن يبقى يكملهم. أن يجمع بين اثنتين أي زوجتين فقط، ولا ينكح الحر أمة لغيره إلا بشرطين: عدم سباق الحرة، يبقى لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج أمة إلا بشروط، هي أكثر من الشرطين في التفصيل هنشوف ليه، لأنه كده هيبقى أبناؤه منها عبيد
هيتبعوا الأمة في الرق، فما يصحش أنك أنت تتجوز أمة وتخلي أولادك يطلعوا منها عبيد، لأنه الأبناء يتبعوا الأعلى في الديانة والأب في النسب والأم في الرق والإيه والحرية. يبقى لازم تعرف الأحكام دي. يبقى الإنسان يتبع أمه في الرق والحرية، ويتبع الأب في النسب، كويس، ويتبع في الديانة الأعلى وهو الإسلام، إلا بشرطين: عدم صداقة الحرة، أو فقد الحرة، أو عدم رضاها به. يعني مهر الحرة 30,000 جنيه، وهو معهوش أصلا 30 جنيه، وخايف يقع في الإيه في الزنا، يبقى يتجوز أما. وفي الحالة دي يحل له، بل يستحب في حقه منع الحمل، وعشان كده كانوا يعزلوا عن الإماء، واضح؟ علشان ما يجيبش منها أبناء عبيد، واضح؟ يعزل، يعني لا 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 يقذف المني في فرجه حتى لا تحمل. احنا هنا دي الثانيه دي ملك يمين، احنا بنتكلم هيتجوز أما، ليه تخش بقى في ملك اليمين؟ هي أما بس احكام اولادها تبع للسيد، فهمتني؟ احنا بنتكلم في الزواج، في الزواج لما يتزوجها مش تبقى ملك يمينه، واضح؟ بس فاحكام احنا بنتكلم في باب ايه؟ باب الزواج، مش في باب بقى ايه العتق. هتيجي الاحكام دي هتاخدها بقى في باب العتق، في اخر باب ان شاء الله. فركز، خلينا في باب الزواج الاول، لما نخلص نجوز الناس وبعدين نطلقهم وبعدين يعني ناخد باب باب كده حبه. الا بشرطين: عدم صداقة الحرة، او فقد الحرة، او عدم رضاها به، وخوف العنت. يبقى لازم الشرطين الاساسيين، انه يفقد الحرة مش لاقيها، وما عندوش او ما عندوش مهرها، او عدم رضا الاحرار بيه، كل الحرائر مش عايزين يتجوزوه، وفي نفس الوقت هو خايف العنت يعني الوقوع في الزنا. ذلك لمن ايه يخشى العنت منكم، ومن خشي ذلك لمن خشي العنت منكم، مش كده؟ وان تصبروا، يبقى الاحسن تصبر كمان. وخوف العنت اي الزنا مدة فقد الحرة. وترك المصنف شرطين آخرين، أحدهما ألا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية تصلح للاستمتاع، والثاني إسلام الأمة التي ينكحها الحر. يعني أنت ممكن في ملك اليمين تملك كتابية، وتملك مجوسية، وتملك مسلمة، تملك أي دين، لكن لا تستمتع في ملك اليمين إلا بمسلمة أو كتابية. فإن ملكت غير مسلمة أو كتابية تملكها مالا وخدمة، لا استمتاع ولا فراش، واضح؟ هناخدها الكلام ده في أحكام الإيمان. لكن في الزواج هيتزوج أما لازم تبقى مسلمة بقى، ما ينفعش تبقى كتابية، واضح؟ والثاني إسلام الأمة التي ينكحها الحر، فلا يحل لمسلم أمة كتابية، وإذا نكح الحر أمة بالشروط المذكورة ثم أيسر يعني تيسر له المال ونكح حرة لم ينفسخ نكاح الأمة. ونقف عند هذا الحد، ولا أظن أننا هنلحق نقرأ الحاشية لحد هذا، هنقرأ بقى الحاشية حسب ما يتقدم، لأن بعد كده هيكلمك على نظر الرجل اللي هي إيه مقدمات الخطبة. يعني مقدمات الخطبة أنك تنظر لمن تريد أن تتزوجها، مش كده؟ دي مقدمات الخطبة، والخطبة مقدمات العقد، والعقد مقدمات الدخول، كده برضو. فهيمسك لك بالترتيب. يقول الإمام البيجوري رحمه الله: كتاب أحكام النكاح أي كاستحبابه للتائق للوطن الواجد أهبته كما سيأتي، وهذا هو الركن الثالث من أركان الفقه.
وإنما قدموا العبادات، الركن الأول العبادات والثاني المعاملات، كويس، والثالث النكاح، وحطوا الفرائض في النص عشان هو إيه، نصف العلم. وبعد أحكام النكاح يجيب لك بعد كده الأقضية والجنايات والأقضية والشهادات، ثم العتق في الآخر تيمنا بأن ربنا يعتقنا من النار. ده ترتيب الفقهاء في ترتيب كتب الفقه، يعني يقول لك إزاي هم فكروا ويرتبوا كتب الفقه. يبتدوا الأول بالعبادات ثم المعاملات. وإنما قدموا العبادات لأنها أهم لتعلقها بالله تعالى، ثم المعاملات لأن الاحتياج إليها أشد من الاحتياج لغيرها، ووسطوا الفرائض للإشارة إلى أنها نصف العلم كما في الحديث، ثم النكاح لأنه إذا تمت شهوة البطن يحتاج لشهوة الفرج، ثم الجنايات لأن الغالب أن الجناية تحصل بعد استيفاء شهوتي البطن والفرج، ثم الأقضية والشهادات لأن الإنسان إذا وقعت منه الجنايات رفعوه للقاضي واحتاجوا للشهادة عليه، ثم ختموا بالعتق رجاء أن يختم الله لهم بالعتق من النار. فهمت بقى ترتيب الفقهاء في كتب إيه الفقه؟ والنكاح من الشرائع القديمة طبعا، أول نكاح تم بين سيدنا آدم وأمنا حواء، ثم بعد ذلك استمر وظهرت بعض أنواع الأنكحة الباطلة. جاء الشرع الشريف أقر النكاح اللي هو بولي وعقد وشاهدي وما وإيه، ولغى كل أنواع الأنكحة الأخرى كالشغار والتبعيد وغير ذلك اللي هو الاستبضاع، يسموه الاستبضاع، نكاح الاستبضاع في الجاهلية ونكاح الشغار. هنبقى نشرح الحاجات دي بعدين. والنكاح من الشرائع القديمة فإنه شرع من لدن أبينا آدم عليه السلام واستمر حتى في الجنة. الجنة مش هيستمر النكاح، يستمر النكاح لكن من غير ذرية، لكن يستمر النكاح، هيبقى ليك زوجة في الجنة وزوجات في الجنة وحور عين وزوجات من النساء الدنيا، زوجتك في الدنيا وما زوجتك في الجنة بقى وراك وراك، هتروح منهم فيه، بس هيبقوا ايه احلى من كده يعني. واللي ما تزوجتش في الجنة في الدنيا وماتت، والذي لم يتزوج في الدنيا ومات، هيتم تزويجه في الجنة ممن لم ليس لها زوج، فيعني هيبقى في نكاح في الجنة بقى. خلاصة ان هيبقى في نكاح في الجنة بقى. خدت بالك؟ يعني انت مش هتلاقي واحد عانس ولا واحدة عانسة في الجنة، لازم كل واحد ليه زوجة وكل زوجة ليها زوج. كويس؟ دي ها؟ ما هو طالما مات على الإسلام حتى لو في سابقة عذاب، النبي هيشفع فيه وفي الآخر هيقول الجنة. بس هو الموت يموت على الإسلام الأول. يموت على الإسلام. فالإسلام يعني ما فيش حاجة أصلاً فضلات. ما فيش في الجنة فضلات. لا بتتف ولا بتنف ولا بتتبول ولا بتتغوط، والمرأة لا تحيض ولا في عرق يؤذي. الجنة جنة بقى. والنكاح من الشرائع القديمة فإنه شرع من لدن أبينا آدم عليه السلام واستمر حتى في الجنة، فإنه يجوز للإنسان النكاح في الجنة ولو لمحارمه ما عدا الأصول والفروع، فلا ينكح أمه ولا بنته فيها. وفائدته في الدنيا حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه من المني واستفاء اللذة والتمتع، وهذه هي التي تبقى في الجنة الأخيرة، بس استفاء اللذة والتمتع. لكن ما فيش بقى حكاية المني وما فيش الذرية ولا حمل ولا وضع ولا محتاجين دكاترة نساء ولا مستشفيات ولا الحاجات اللي ايه مستريحين نستغنى، عشان هم مشغولين برضو في الاستمتاع في امور تانية. وهذه هي التي تبقى في الجنة اللي هي اللذة والتمتع. ايوة طبعا. وآسف وأخت سيدنا موسى، زوجات لنبينا في الجنة بجانب زوجاته اللي هم الثلاثة عشر، وعقد على 13 امرأة
ومات عن 9 كده. والأصل فيه يعني الدليل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستسن بسنتي. ومن سنة النكاح وأركانه 5 عند الشافعي، أركانه 5: زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة. جابوا سيرة المهر؟ لا، يبقى المهر إيه؟ من ملحقات العقد وليس من أركان العقد. قول وما يتعلق به أي والذي يتعلق به من صحة وفساد وحل وحرمة ونحو ذلك، ويحتمل أن المراد بما يتعلق به جميع ما يأتي إلى كتاب الجنايات لتعلق جميع ذلك بالنكاح. يعني هيجي لك أبواب كتيرة بعد كده، باب الظهار وباب الإلاء وباب الطلاق وباب الفسخ وباب العتق وباب الرضاع وباب الحضانة، كل دي متعلقة برضو بالنكاح، واخد بالك؟ عشان كده معظم الابواب اللي جايه بعد النكاح لحد ما توصل لباب ايه الجنايات هتلاقيها ايه متعلقه بباب النكاح. ما ياتي، ويحتمل ان المراد بما يتعلق به جميع ما ياتي الى كتاب الجنايات لتعلق جميع ذلك بالنكاح، كما قاله ابن قاسم العبادي في شرحه على الكتاب. قول وفي بعض النسخ وما يتصل به عطف على مقدر تقديره هكذا في بعض النسخ. قوله من الأحكام أي من بعض الأحكام بمعنى النسب التامة، جمع حكم بمعنى النسبة التامة. تعريف الحكم إيه؟ الحكم هي النسبة التامة لشيء، اللي هي نسبة شيء لشيء أو نفيه عنه، ده تعريف الحكم، نسبة شيء لشيء أو نفيه عنه. أما تقول إيه فلان رجل نسبت إليه الرجول، أو ده حكم، فلان ليس بامرأة يبقى نفيت عنه أنه امرأة، يبقى إثبات إيه أمر لأمر أو نفيه عنه، اسمها النسبة التامة. الصلاة واجبة، كويس، الصلاة لا يجوز تركها، واضح؟ هي دي أحكام، كل دي اسمها أحكام. الفاعل مرفوع، قد يكون حكم لغوي وللفاعل مرفوع، وقد يكون حكم شرعي، الزكاة واجبة، وقد يكون حكم عقلي زي مثلا الواجب والمستحيل والممكن. أحكام حكم العقل لا محالة، الوجوب ثم الاستحالة ثم الإمكان ثالث الأحكام، فافهم منحت لذة الأفهام. يبقى أحكام العقل 3: واجب وهو ما لا يتصور نفيه، ومستحيل وهو ما لا يتصور ثبوته، وممكن وهو ما يمكن ذلك وعدمه، يستوي الطرفين، كويس؟ دي أحكام العقل. أحكام الطب في أحكام طبية كده برضو، يقول لك الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء، وعودوا كل جسم معتاد، حكم طب، واخد بالك؟ مثلا في أحكام هندسية، مثلا يقول لك مثلا العمارة تقوم على أعمدة، وبعدين يبتدي يفصل لك الأعمدة دي تكون مطابقة لعدد الأدوار فيها من التسليح كذا، كل دي أحكام هندسية، بس أحكام برضه. فكل مهنة لها أحكام. فيبقى الحكم نسبة شيء لشيء ونفيه عنه، أو النسبة التامة، وقد يكون حكم عقلي، وقد يكون حكم شرعي، وقد يكون حكم لغوي، وقد يكون حكم عرفي، وهكذا. فهمت؟ فالأحكام كتير.
من الأحكام أي من بعض الأحكام بمعنى النسب التامة، جمع حكم بمعنى النسبة التامة. وقول والقضايا أي ومن القضايا الآتي ذكرها في الفصول الآتية، ومعناها النسب المقضية بها، تشبه القضية زي تشبه الحكم لأن هي نسبة بس مقضية بها، فهي جمع قضية بمعنى نسبة مقضية بها فتكون بمعنى الأحكام. فالعطف من قبيل عطف التفسير، ويصح أن يكون المراد بالقضايا المعنى المصطلح عليه عند أهل الميزان اللي هو أهل القضاء، يعني أهل القضاء عندهم اللي هو لأن الحكم القضائي حكم لازم بخلاف حكم إيه الفتوى، الفتوى حكم غير لازم لكن القضاء حكم لازم. ويصح أن يكون المراد بالقضايا المعنى المصطلح عليه عند أهل الميزان، فالعطف من قبيل عطف الكل على الجزء لأن القضية بالمعنى المصطلح عليه عندهم المركب من المحكوم عليه والمحكوم به والحكم بمعنى النسبة، يعني مركبة من الثلاثة دول. ممكن تبقى عند أهل الميزان اللي هو المنطق برضه، بس احنا في كتاب فقه فنخليها أهل القضاء عشان احنا في كتاب فقه، وتملي بتوع العدالة يحط لك الميزان كده رمز العدالة، فالأحسن تخليها لأن انت بتقرأ في كتاب فقه مش كتاب منطق، فتخليها يبقى أهل ايه أهل القضاء. قوله وهذه الكلمة ساقطة من بعض نسخ المتن، المراد بالكلمة المعنى اللغوي لأن الإشارة لقولي من الأحكام والقضايا هي كلمات مش كلمة واحدة، بس الكلمة بالمعنى اللغوي يعني يقصد بها الجملة، زي نقول كلمة الشهادة اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مكونة من عدة كلمات، بس احنا نقول عليها إيه كلمة الشهادة، كلمة طيبة، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة مية، الكلمة الطيبة اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذه الكلمة الطيبة. فيبقى الكلمة هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى ان هي تبقى كلمة واحدة، يعني معنى الجملة المفيدة المكونة من عدة كلمات. قول والنكاح يطلق لغة على الضم، يقال تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. وقوله والوطء والعقد ظاهره بل صريحه أنه يطلق لغة على الوطء والعقد ولا مانع منه، ويؤيده قول الشيخ الخطيب والعرب تستعمله بمعنى العقد والوطء جميعا، وهذا لا ينافي أنه شرعا حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقيل بالعكس زي الأحناف اختاروا العكس، الأحناف اختاروا أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وهو وجه عند الشافعية أيضا ضعيف، لكن الوجه الراجح عند الشافعية أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وفي وجه ثالث أنه مشترك يعني حقيقة في كليهما، يبقى لفظ مشترك وهو حقيقة في العقد وحقيقة في الوطء، واضح؟ وقيل حقيقة فيهما يعني مشترك زي القرء كده، مشترك للحيض ومشترك للطهر، لفظ مشترك. اللغوي مش اللغوي، اللغوي. لا احنا قلنا المعنى اللغوي الضم، وجايه في الضم هنا، ما هو العقد بيضم اثنين، العقد واحد مش كده برضه، وفي الوطئ بيحصل ضم برضه، يبقى يعني تحتمل المعنيين، فهي بتحتمل المعنيين من حيث كانوا الضم دي، هل الضم بعقد ولا الضم بالوطئ، فهمت؟ وهل يبقى حقيقة أيهما ومجاز في الثاني؟ فالشافعية اختاروا أنه حقيقة في العقد مجاز في إيه؟ في الوطء. وفي وجه عند الشافعية زي الأحناف أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وفي قول ثالث أيضا أنه مشترك حقيقة في الاثنين. طب ونعرف منين يقصد بالعقد؟ من السياق، نعرفه من السياق. أما يقول عقد فلان على فلان، نكح فلان فلانة،
يعني عقد عليه. طب ولو قلنا نكح فلان زوجته يبقى وطئه بالسياق تفهم على طول، والعرب فهيم على طول يفهم. فهمت ازاي؟ العرب لغتهم سهله، اول ما يفهم كده يلمحها على طول، فيبقى ايه، نقول لفظ مشترك ويتم تحديد المعنى بالسياق. واضح؟ ولذلك قال الشيخ الخطيب بعدما تقدم ولأصحابنا في موضوعه الشرعي ثلاثة أوجه أصحها: أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطئ، ويؤيد ذلك أيضا قول النووي في شرح مسلم: هو في اللغة الضم ويطلق على العقد والوطئ. ثم قال: قال الواحدي قال أبو القاسم الزجاجي النكاح في كلام العرب بمعنى العقد والوطئ جميعا، كأنه قال لك أنه مشترك يعني. ثم قال: وقال أبو علي الفارسي فرقت العرب بينهما فرقا لطيفا، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته أرادوا وطئها، وبذلك اندفع ما زعمه المحشي بقوله فيه تساهل، لأن الوطئ والعقد من معناه الشرعي، وإنما الخلاف في كونه حقيقة فيهما أو لا، ولا يرد على ما هو الأصح من أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطئ قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، لأن المراد به فيه العقد، وأما الوطء فهو مستفاد من خبر حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فالعقد مستفاد من الكتاب والوطء مستفاد من السنة، أو المراد به في ذلك الوطء مجازا من إطلاق اسم السبب على المسبب بقرينة الخبر المذكور. واضح المناقشة؟ واضحة. قوله: ويطلق شرعا، يرحمكم الله، قوله: ويطلق شرعا على عقد مشتمل على الأركان والشروط، كان الأوضح والأولى أن يقول كما قال غيره: عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته، فمفاده الإباحة لا الملك على الأوجه. عند الشافعية ما ينفعش الزواج إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج. يقول أنكحتك أو زوجتك، لكن لو قال ملكتك أو وهبتك أو أبحت لك، كل ده ما ينفعش. واخد بالك؟ بخلاف الأحناف عندهم يجوز بلفظ التمليك وبلفظ إيه؟ الهبة والإيجار، كل ده ينفع عندهم، موسعين يعني، الأحناف موسعين. لكن الشافعية عندهم لابد أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج. وهل يجوز بغير اللغة العربية؟ الراجح عند الشافعية أنه لا يجوز، لازم باللغة العربية. يترجمه يقول ما يجراش حاجة، يقول ترجمه، لكن يترجم يقول الترجمة، ويقول كمان اللغة العربية مع الترجمة في العقد. كويس؟ ويشترط في الشهود أن هم يفهموا صيغة العقد ويسمعوا صيغة العقد. يعني ما ينفعش اجيب اثنين شهود اجانب انجليز واقول العقد باللغه العربيه وهم ما يعرفوش اللغه العربيه، اقول لهم شهدوا على العقد. شهدوا على ايه؟ ده شاهد ما سمعش حاجه. فاهم؟ فما ينفعش، لازم يبقوا الشهود برضه يكونوا بيفهموا صيغه العقد عشان يبقوا شهود، بالاضافه لشروط اخرى في الشهود هنيجي ايه نناقشها بعد. فمفاده الاباحه للملك على الاوجه، لأنه اختلف في كونه عقد إباحة أو تمليك على وجهين. يعني هل هو عقد يبيح الوطئ ولا عقد يملك البضع؟ وجهين، وأصل على كل وجه هينبني خلاف في بعض الفروع. أوجههما أنه عقد إباحة، يظهر أثر ذلك، أثر الخلاف ده يعني، فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة، والأصح أنه لا يحنث حيث لا نية. وعلى الثاني فهو تمليك، لأنه ينتفع لا للمنفعة، فهو تمليك مش للمنفعة، للانتفاع نفسه. فلو وطئت المرأة بشبهة فالمهر لها اتفاقا، والمعقود عليه المرأة أي منفعة بضعها على الراجح،
وقيل المعقود عليه كل من الزوجين، يعني هل المعقود عليه موضوع العقد ده هو المرأة ولا هو الزوجين؟ فهمت؟ المرأة لو وطئت بشبهة يبقى يجب لها مهر، المهر يعني في ليلة ظلمة وهي ثقيلة النوم وجاءت امرأة نامت في فراش زوجها، يعني امرأة نامت في فراش الرجل اللي هي بتنام عليه زوجته وفي يوم ظلمة وكانت ثقيلة النوم، فدخل على فراشه ونام لقى جنبيه مراته، هو ظن انها مراته فوطئها، وبعدين بعد ما طلع النهار طلعت ان هي مش هي، يبقى ده اسمه وطئ شبهة وليس زنا، ويجب في حقها انها تاخد منه مهر المثل، مهر المثل، ولو حملت ينسب له، واخد بالك؟ ايوه مش وطئها، يبقى يجب في حقها مهر المثل. القصص دي بتبقى نادرة لكنها ممكن تحصل، يعني تتصور انها ممكن تحصل، وحصلت بعض القضايا وتعرضت على القضاة وحكموا فيها مثل هذا. واحد اعمى وهو ومراته عامية، واللي نايمة كمان الأجنبية عامية. واخد بالك؟ بتحصل يعني ممكن تتصورها انها تقع يعني. ياخد بالك ازاي؟ يعني ممكن يتصور انها تقع مثل هذا. أو انه غاب عنها 20 سنة. هو عقد عليها وسافر. ورجع بعد 20 سنة قالت له أنا مراتك. فصدق ووطئها، طلعت إنها توأم مراته وليست زوجته. واخد بالك إزاي؟ يعني يتصور، يعني الحاجة ما تضحكش وأنت بتتكلم في الفقه، ليه؟ لأن الفقه أصله بيشمل كل صور الحياة. فبيعلمك إزاي تتصرف في الحياة المختلفة ويبقى الشرع له حكم في كل صورة. أدي المسألة. وإن كانت بعض الصور مضحكة أنا معاك ما يجراش حاجة، بس لازم تفهمها. فهو تمليك لأن ينتفع هو، أصل لو كان للمنفعة ممكن يأجره، فهمت؟ عشان ينفي الإجارة. يعني يرضيك يأجره يعني يا محمد؟ ما ينفعش، حرام. بره بيعملوا كده في الويك اند، بيتبدلوا الزوجات كده، بره بيحصل في اوروبا حركات من دي يعني. لا، المسلمين ما عندهمش الحكايه دي، عندهم احكام واضحه، شريعه غراء نظيفه ما فيهاش فيها تلاعب في الاعراض. واخد بالك ازاي؟ لان الاعراض مبناها ايه؟ الحرمه، الاصل فيها التحريم وليس الاباحه. ايوه، كالدماء والاموال والاعراض، ثلاثه الاصل فيها التحريم. ناس يقول لك الاصل في الامور الاباحه، اه في الامور الا الدماء والاعراض والاموال. ممكن ينعقد بلفظ الاجاره، بس مش معنى كده ان الحنفي هيقول اجرت، لكن يقول لك لو حاصل وقال وجود الشهود نحكم عليه انه ده زواج. واضح؟ الشافعي يقولوا لا، ما فيش، عايزين ايه، العقود لازم تبقى الفاظ واضحه غير قابله للتاويل باي معنى اخر. والاحناف على فكره دي مناقشات في الكتب، في الواقع بيقولنا انكحتك وزوجتك من حيث الواقع برضه، فهمت؟ لكن ده خلاف للدراسه بس مش للعمل، في العمل حاجه ثانيه. واضح؟ طيب، والمعقود عليه المرأة أي منفعة بضعها على الراجح، وقيل المعقود عليه كل من الزوجين، وينبني على هذا الخلاف أنها لا تطالبه بالوضع. لو كان المعقود عليه الزوجة يبقى منفع الاستفادة بالبضع ده، دي شغل الزوج، والله أنا أطأ ولا لا أطأ ما تطالبنيش أنا ومزاجي، فهمت؟ لكن لو كان المعقود عليه الزوجين يبقى لا ان تطالبه، لانه عقد مشاركه. فهمت؟ فكل كلمه بينبني عليها خلاف في تفاصيل الفروع بعد كده. فهم مش بيقولوا اي حاجه يعني.
والمعقود عليه المرأة أي منفعة بضعية على الراجح، وقيل المعقود عليه كل من الزوجين، وينبني على هذا الخلاف أنها لا تطالبه بالوطئ على الأول، الأول اللي هو المعقود عليه المرأة، لأنه حقه فلا يجب عليه وطئها. نعم الأولى ذلك ليعفها، يبقى لا يجب، لكن الأولى أنه هو يطأها حتى يعفها ويحصنها ويحصنها، وتطالبه به على الثاني، على الثاني اللي هي المعقود عليه الزوجين. واضح؟ وعقد النكاح لازم من جهة الزوجة قطعا طبعا، ومن جهة الزوج على الراجح، يعني قطعا يعني بلا خلاف، وعلى الراجح يعني فيه خلاف. يبقى ما يقول لك قطعا يعني بلا خلاف. وعقد النكاح لازم من جهة الزوجة قطعا أي بلا خلاف، ومن جهة الزوج على الراجح أي فيه خلاف، فلا خيار فيه، وليس لهما فسخه بلا عيب من العيوب الآتية، فلا ينافي أن لكل منهما فسخه بالعيب كما سيأتي. ومقابل الراجح اللي هو إنه هو ليس لازما من جهة الزوج، ده مقابل الراجح. واضح؟ ومقابل الراجح اللي هو ليس لازما من جهة الزوج، بل لازما من جهة الزوجة فقط، أنه جائز من جهة الزوج من حيث أن له رفعه بالطلاق، وأما فسخه بلا سبب فلا يتأتى لا من الرجل ولا من المرأة، وهذا يسلمه الأول، فالخلف لفظي. قوله والنكاح أي بمعنى التزوج، أي قبول التزويج، إذ هو الذي من طرف الزوج، فهو المحكوم عليه بالاستحباب له. ففي كلام المصنف شبه استخدام، حيث ذكر النكاح أولا في الترجمة بمعنى العقد المركب من الإيجاب والقبول، وذكره ثانيا بمعنى آخر وهو القبول الذي هو أحد طرفيه اللي هو من جهة الزوجة. وأما الإيجاب الذي هو الطرف الآخر، لأن الغالب الإيجاب يكون من جهة ولي الزوجة والقبول من جهة الزوج، ده الغالب الأعم في الصيغة يعني، مش كده برضو؟ يعني ولي الزوجة يقول له زوجتك، التاني يقول قبلت زوجتك، ده اللي هو إيه؟ الإيجاب، وقبلت اللي هو القبول. وأما الإيجاب الذي هو الطرف الآخر فهو من طرف الولي، وهو مستحب أيضا إن كانت المرأة تائقة، فيستحب لها النكاح بمعنى التزوج الذي هو الإيجاب، لكن بواسطة الولي. وفي معنى التائقة المحتاجة للنفقة والخائفة من اقتحام الفجرة، بل إن لم تندفع الفجرة عنها إلا بالنكاح وجب، فإن لم تكن تائقة ولا محتاجة ولا خائفة كره لها، لأنها يخشى منها ألا تقوم بحقوق الزوجية مع عدم السبب المقتضي للنكاح. فما قيل إنه يستحب لها ذلك مطلقا مردود، لأنه بعض الأحوال لا يستحب لها، إن كانت غير طائقة له، وكانت غير محتاجة للنفقة، وغير خائفة من الوحدة لأنها في بيت أمان عايشة مع أهلها، يبقى في الحالة دي لا يستحب في حقها انها تتزوج، لان لو تزوجت وهي مش محتاجه هتتامر على جوزها، هيتخانقوا مع بعض كل يوم، مش هتقوم بحق، فمفيش داعي للمشاكل. واضح؟ ويستحب كون الزوجه بكرا الا لعذر، فضعف آلتي عن الافتضاد اي ازاله البكاره، او احتياج لمن يقوم على عياله كما وقع لجابر. يعني امتى يستحب انك انت تتجوز سيب؟ هو الاصل يستحب انك تتجوز بكر، طب وامتى يستحب انك تتزوج سيب؟ لو كان عندك اطفال وعايز واحده ترعاهم، هتجيب بكر هتلعب معاهم او تتخانق معاهم هتضايقك مش هتريحك، لكن لما تجيب واحده عاقله كده وجربت الامومه وبترعى الاطفال دول، او عندك اخوات صغيرين وعايشين معاك، فما تجيب واحده سيب تبقى زي امهم، لما تجيب واحده بكر بقت زيهم، يقعدوا يلعبوا مع بعض ويتخانقوا مع بعض، وترجع من شغلك تلاقي ايه؟ البيت مقلوب. ما ينفعش.
أو احتياج لمن يقوم على عياله كما وقع لجابر، فإنه لما قال له صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك اعتذر له. لما سيدنا جابر قال للرسول لا تزوجت، فالرسول قال لا تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا يا رسول الله. فقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، فقام إيه شرح للنبي العذر بتاعه. فلما شرح للنبي العذر بتاعه النبي أقره، قال له أنا أبويا مات واستشهد في أحد وسيب تسع بنات إخوات، فلو جبت بكر مش هتخدمهم، هيبقوا كلهم هيبقى عندي عشر ستات، عايز اجيب واحده بقى تخدمهم. اعتذر له فقال ان ابي قتل يوم احد وترك تسع بنات، فكرهت ان اجمع اليهن جاريه خرقاء مثلهن، اي لا تحسن شيئا، ولكن امراه تمشطهن وتقوم عليهن. فقال صلى الله عليه وسلم اصبت. وكونها دينة، كل دي في الاستحباب، يستحب أن تكون بكرا، يستحب أن تكون دينة لا فاسقة جميلة عرفا، ويستحب كونها دينة لا فاسقة، وبرضو يستحب أنها تبقى جميل عرفا، جميلة يعني في نظره هو مش في نظر كل الناس، هو وجهة نظره دي جميلة، وجهة نظرك انت دي لا مش جميل، خلاص ما يجراش حاجة، هو ما فرحان بيها، يبقى جميلة عرفا يعني في نظري هو. عند العلامة الرملي أو بحسب طبعه عند العلامة الزيادي. يعني عرفا يعني إيه؟ يعني كل الناس يقولوا عليها جميلة؟ آه ده عند الإمام الرملي، والزيادي قال لك لا يكفي إنها تبقى جميلة في وجهة نظره هو. واخد بالك؟ لخبر الصحيحين تنكح المرأة لأربع. لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي التصقت بالتراب، وهو كناية عن الفقر، فكأنه قال افتقرت إن لم تفعل واستغنيت إن فعلت، يبقى تربت يداك يعني معناها أغناك الله، على خلاف المعنى اللفظي له، وهو مصطلح استعمله النبي على خلاف معناه، استعمله على سبيل الدعاء له لا الدعاء عليه كده برضه. يبقى تربت يداك زي ثكلتك امك، يعني حفظك لامك، ثكلتك امك معناها الحرفي ان شاء الله تموت امك تفقدك، النبي ما يدعيش عليه كده، عارف لو كان النبي يقصد الدعاء كان مات، والنبي دعاء مستجاب، لكن لا ده عايش بعدها فضل. يبقى ثكلتك امك هنا بمعناها ايه؟ يعني ابقاك لامك. خد بالك؟ يبقى ساعات يجي مصطلح يستعمل على خلاف معناه اللفظي، يبقى ليه معنى عرفي جديد. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل اشياء كثيره بهذا المعنى. زي تربت يداك يعني اغناك الله. واحنا حتى المصريين ساعات لما تلاقي واحد يلعب لعبه حلوه كده تقول له يخرب بيتك ايه الحلاوه دي؟ يعني يعمر بيتك. يخرب بيتك دي يعني ايه؟ يعمر بيتك. صح ولا لا؟ بيقولوها الناس مع بعضها كده. لأنه بيقولها على سبيل الإعجاب. مش على سبيل إنه بيدعي عليه. فهمت إزاي؟ فالاستعمال العرف بيغير اللفظ. فاللي ما يفهمش العرف يفهم إنه بيشتمه. واللي يفهم العرف يعرف إنه معجب بيه. فهمتني بقى إزاي؟ لا بارعة الجمال، مكروه انك تتجوز واحدة جميلة قوي، هتعمل لك مشاكل، تمشي بيها الناس كلها يبصوا عليها، تقوم تعمل خناقة وتغير عليها وتتعالى عليك وتبقى مشكلة بقى، وتيجي تروح شغلك تبقى قاعد تقفل الشبابيك وتقفل البيبان عملية مشكلة. انما تبقى جميلة صحيح بس مش جمال يعني بارع، تبقى انت مستريح وهي مستريحة والدنيا سعيدة. فهمت بقى ازاي؟ فيستحسن انها ما تبقاش بارعة الجمال. لا بارعة الجمال لأنها تزهو عليه بجمالها البارع وتمتد إليها الأعين غالبا. ويستحب تاني كونها ولودا. ويعرف كون البكر ولودا بأقاربها. تتجوز واحدة
تلاقي اخواتها كلها اللي متجوزين قبلها، اللي عنده 5 عيال واللي عنده مش عارف ايه، وخالتها عندها 3 عيال وعمتها عندها 6 عيال، عيله يعني ولوده. دي تبشرك بالخير. انما تتجوز واحده خيله امها وخالتها ما اتجوزتش وعمتها متجوزه وما خلفتش واختها متجوزه بقى لها 20 سنه ولسه ما انجبتش، الله ده احنا داخلين بقى في حيطه سد. اصل في واحد يقول لك يعني بكر قبل كده متجوزها، هعرفها منين؟ تعرفها من عيلتها من اسرتها في الاسر المنتجه. الودود الولود. ايوه. وان كان ساعات الواحد بيدور على واحده ما بتخلفش، ساعات كده واحد عنده عيال او هو نفسه لا ينجب. يعني انا بيجي لي ناس ساعات متجوز وقاعد نفسه يخلف ويعمل تحاليل ويلف ويعمل يطلع ان العيب فيه وعيب لا علاج له، ومراته الثانيه زعلانه لانه حرمها من الامومه ساتخل، وما اقول له ايه طلقها يا ابني ودور على واحده اتطلقت عشان ما بتخلفش وهي دي اللي تتجوزها تعيشوا مع بعض السعداء، لا هي تتعالى عليك ولا انت تتعالى عليها. فاحيانا الواحد كمان بيبقى عدم الخلفه دي بتبقى سبب من انك انت تبحث عن المرأة. او واحد عنده اولاد كتير وعايز يتجوز عشان ايه؟ يرعى اولاده ومش عايز يجيب عيال تانيين عشان كفايه عليه كده، واخد بالك؟ مراته ماتت وسابت له 5 6 عيال فيدور على واحده ما بتخلفش. حلو قوي، كفايه علينا كده، خلينا 5 دول الحمد لله عشان نقفل. فهمت؟ فاحيانا يعني الواحد يبحث عن العاقر ويبقى مستحب في حقه. فهمت بقى ازاي؟ وكل حاجه يقول لك كل فوله وليها ايه؟ ايام. افهم دي. لكن احنا بنتكلم على واحد لسه جديد بقى هيتجوز، هيبتدي صفحه جديده، يبقى يتجوز واحده بكر، واحده جميله عرفيا من الناحيه العرفيه، مش ملكه جمال الكون ويعمل لي مشكله. فهمتني ازاي؟ وانها تكون ذات ديانه، وانها تكون ودوده اخلاقها حلوه، وانها تكون ولوده ونعرف انها ولوده ازاي من اسرتها وهكذا. بس في اسر ولوده قوي لدرجه تلاقي امها بتجيب توأم وخالتها تجيب توأم وعمتها تجيب توأم. والله كده انا عندي عيانات كده. يعني انا عندي عيانه جايبه توأم وجالها جلطه، فجات لي تعليق جلجتها وهي عندها والده التوأم. فبقول لها انتوا يعني العيله مشهوره؟ قالت لي احنا عيلتنا ما حدش تحمل الا وتجيب 2 أو 3 كل العيله يعني. كده عمتي كده وقعدت تحكي لي 5 6 من عيلتها. فبقول لها يعني مش ناويه تحملي تاني؟ لا الحمد لله كده، لان عندها الخبطه ب2 على طول او 3. فبتبقى في اسر منتجه قوي يعني، فتاخد بالك. ويعرف كون البكر ولودا بأقاربها ودودا لخبر تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. بالغة، يستحب أنها تكون بالغة، يعني بلغت سن الحيض، تتجوز عيلة تجيب لها لسه كيس شيبسي وتوديها الحضانة. يجوز شرعا تتجوزها، صحيح مش هتستمتع بيها لكن هي مراتك، واخد بالك ازاي؟ لكن ايه الأحسن؟ تتجوز واحدة بالغة عشان ما تقعدش لسه تقرب. لكن احيانا لحاجه تضطر تتجوز واحده صغيره علشان مثلا بنت عمك اللي هو ايه خلفها وعنده 80 سنه والبنت صغيره وعمك خايف يموت والبنت دي لما تكبر ما تجيبش كفء، فراح لابن اخوه اللي عنده 20 سنه قال له ما تتجوز البنت اللي عندها سنه دي عشان يضمن يعني كفاءه، يقوم يقبل في الحاله دي. ما له ان يفعل ذلك، القانون الوضعي الحالي يمنع لانه عمل سن ادنى. القانون كان زمان قبل هذا القانون ما فيش مشكله بولايه الاجبار ان الصغار يتزوجوا بولايه الايه؟ الاجبار، اللي هو الايه؟ ولايه الجد او الاب. ولايه الاجبار لا تكون الا للجد او الاب، واضح؟ لكمال شفقتهما. يبقى يستحب ان تكون بالغه الا لحاجه خفيه، ممكن يطرح حاجه خفيه تتجوز واحده ما تكونش بالغه. وكمان يستحب تبقى خفيفة المهر، وتبقى كمان خفيفة المهر عشان ما تبتديش حياتك وانت مستدين، تبتدي حياتك برضه من غير ديون، تبقى خفيفة المهر. لا مطلقة، وما تكونش مطلقة. ليه؟ لان يمكن زوجها الاول يرغب انه يردها، انت كده لما تيجي تتجوزها
منعت زوجها الاول ان هو يصلح غلطته ويرجعله تاني، فهمت بقى ازاي؟ فالمطلقه دي وعندها عيال مفيش داعي تروح تدور تتجوزها بقى، سيبها يمكن زوجها يصطلح معاها بعد سنه ولا اتنين وترجع المياه لمجاريها، فما تكونش انت سبب عائق يعني. واضح؟ لا مطلقه يرغب فيها مطلقها، لكن افرض مطلقها لا يرغب فيها وانت ترغب فيها، خلاص اتجوزها بقى. واضح؟ او ترغب هي فيه، او ربما هي نفسها عينها منه والحب للحبيب الاول، تيجي انت تتجوزها تقارنك بيه في كل حاجه، فتحس انك انت ليك ضره تضايقك، فهمت؟ زي ام زرع، ام زرع اتجوزت بعديه راجل عمل معاها كل اللي ما يعمل، تقول له كل ده ما يجيش يعني اصغر انيه ابي زرع، يعني الحب للحبيب الاول في حديث ام زرع، ما انت عارف. لا مطلقة يرغب فيها مطلقها أو ترغب هي فيه، ذات وتاني واستحب تبقى ذات نسب. طيب فتبقاش بنت زينة جايبها مثلا من ملجأ اتعرفت عليها في السجن يعني. مثلا لكن هو يمكن كان داخل مظلوم يعني، يا اما في الحبس مظالم، اتعرف عليها في كازينو في الهرم، لا رقصه حلوه كده بتكسب، يروح متجوزها يقول لك علشان كده دولارات وكده استرليني، لا ما يصح، فهمت بقى؟ لا تناسب طيب لا بنت زنا ولا بنت فاسق، ابوها خمرجي وكل ما يحتاجوه يجيبوه من صلاه القمار، يبقى دي عمليه صعبه دي. ولا بنت فاسق ومثلهما اللقيطة ومن لا يعرف لها أب لخبر تخيروا لنطفكم، وتبقى غير ذات قرابة، يستحب ما تبقاش قريبتك لأن النسل بيضعف، يعني يستحب ما تبقاش بنت عمك ولا بنت خالك، لأن ما بيبقى فيه مرض في الأسرة وهي من نفس أسرتك تلاقي الأطفال يجيوا بنفس المرض ده، فهمت إزاي؟ يعني العيلة فيها سكر، أنت عندك سكر وابوك عنده سكر وعمتك عندها سكر وخالتك عندها سكر، تتجوز واحده عندها سكر العيال هيجوا كلهم مسكرين والبيت هيبقى مليان نمل، فهمت بقى ازاي؟ فيبقى الواحد ايه لازم يتخير ايه ما تبقى مش ذات قرابه، خصوصا والوقت بينصحوا كده حتى في العلم الحديث كلهم ينصحوا انك انت ما تتزوجش من نفس ايه الاسره بتاعتك الاحسن يعني. مش معنى كده لو تزوجت يبقى غلط، لا ما يجراش حاجه تزوج. صح برضه. فهمت؟ صح وزواج صحيح. غير ذات قرابه قريبه، لكن لو قرابه بعيده بنت اخو عم مثلا عمك البعيد. اما دي قرابه بعيده. فهمت ازاي؟ لان في كذا ام مختلفه مش من اسرتك دخلت في الموضوع لحد ما انت جبت البنت دي، فما بقتش من نفس جينات الاسره. واضح؟ ما تبقى قرابه بعيده. غير ذات قرابه قريبه بان كانت اجنبيه او ذات قرابه بعيده لضعف الشهوه في ذات القرابه، تملي القريبه قوي يبقى ايه شهوتك ليها ضعيفه، لان تقول لك ايه انت زي اختي طول السنين انتوا متربيين مع بعض، شايفها زي اخواتك وبتعاملها ومعامله الاخت، واخد بالك؟ ليا الناس يقول لك ايه دي زي اختي، ما عنديش ايه يعني شعور انها تصلح ليا زوج، بتحصل حاجات زي ايه؟ او ذات قرابة بعيدة لضعف الشهوة في ذات القرابة القريبة كبنت العم، فيجيء الولد نحيفا، ولذلك قال بعضهم ان اردت الانجاب فانكح غريبة والا والى الاقربين لا تتوصل، فانتقاء الثمار طيبا وحسنا ثمر غصنه غريب موصل. يعني بيقول لك حتى في الثمار لما بتيجي تعمل هجين وتيجي تاخد فرع من نفس الشجرة تهجن بيه فرع اخر في الشجرة بيطلع الثمر ضعيف، لكن لما بتجيب فرع في الثمار من شجرة اجنبية وتطعم بيه الشجرة دي يطلع ثمر تاني بصفات جديدة جميلة، فهمت ازاي؟ هذه الحكاية.
ويستحب أن يعقد عليها في شوال، يستحب يعني، وأن يكون في يوم الجمعة أول النهار. كل ده عشان النبي عمل كده مع ستنا عائشة يعني. وأن يكون في جمع، يعني في إشهاد وحفلة. يعني لما تصلي الجمعة تكون عازم المعازيم ويعقدوا العقد. ماشي حال. حلو. كل ده على سبيل الاستحباب، مش معنى كده توقف بقى العقد بتاعك تقول هستنى الجمعة، يقوم يجي الراجل والي الزوجة يقول لك لا يوم الجمعة احنا مشغولين، تقول له خلاص مش هنتجوز، الجوازة مش ما ينفعش كده بقى يعني. فاهم؟ دي حاجات على سبيل الاستحباب. وأن يكون في جمع، وأن يكون في المسجد، ويستحب أيضا أن يدخل عليها في شوال كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم في عائشة رضي الله عنها. قوله مستحب أي استحبابا عارضا، لأن أصله الإباحة. أصل الزواج ده عامل زي بالظبط الأكل والشرب. فهمت إزاي؟ شهوة من الشهوات. فأصل الشهوة إن يباح إنك تاخدها لما تحتاجها، فالأصل الإباحة. واضح؟ واستحب أيضا أن يدخل ومستحب استحبابا عارضا لأن أصله الإباحة، لكن إذا قصد به العفة أو حصول ولد أو نحو ذلك صار طاعة، بخلاف ما لو قصد مجرد استيفاء اللذة أو قضاء وطره، ولهذا لا يصح نذره ولو في صورة الاستحباب. يعني واحد يقول إيه لله علي أن أتزوج، ده نذر لا يصح. زي الله علي أن أكل الطعمية، إيه النذر ده يعني؟ ملوش معنى لأنه ما فيهوش طاعة. النذر لازم يبقى فيه صورة الطاعة. واضح؟ ما قال لك إلا لو كان بيقصد بقى الرغبة في الولد وقضاء الوطن عفة نفسه، لكن لو ما بيقصدش الحاجات دي ونذره لا يناقض عنده. ولو في صورة الاستحباب على ما اعتمده الرملي، وقال ابن حجر يصح نذره إن قصد به العفة، ابن حجر الهيتامي. وإحنا عندنا لما يختلف ابن حجر الهيتامي مع الرملي نرجح ترجيحات الرملي عند أهل مصر، وأهل اليمن شافعية اليمن يرجحوا ترجيحات الرملي، اللي يرجحوا ترجيحات الهيتامي. واضح؟ وإحنا هنا في اليمن ولا في مصر يبقى نرجح ترجيحات الرملي، لأنه من رملة لينجب، ورملة لينجب دي من مصر، وكنا بنقول عليه الشافعي الصغير. واضح؟ مش تعصب، لأنه هو كان أدرى بعرف أهل مصر. وقال ابن حجر مش العسقلاني بقى، ابن حجر الهيتامي، كويس؟ يصح نذره إن قصد به العفة أو حصول ولد أو نحو ذلك نظرا لاستحبابه حينئذ، وهو وجيه. والعلامة الرملي نظر لكون أصله الإباحة والاستحباب عارض، ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو كان في دار الحرب، قاعد في أمريكا، قاعد في إسرائيل، قاعد في بلاد كفار، واخد بالك؟ هنا بقى لا يستحب. ولو تزوج يستحب ألا ينجب كمان، دي علشان ممكن يموت والعيال تنشأ هناك ويطلعوا كفار ولا يأمن عليهم من الفتن. واضح؟ ما لو كان في دار الحرب فإنه لا يستحب له النكاح وإن وجدت فيه الشروط، كما نص عليه الشافعي وعلله بالخوف على الولد من الكفر والاسترقاق. صح، زواجهم صحيح لكن مكروه. صحيح، الأولى ما يتجوز، يسيب هناك ويجي يقعد هنا في بلاد المسلمين عشان الذرية، عشان يمحي حساب الذرية. أنا أعرف واحد صاحبي وقريبي حتى تزوج واحدة أيرلندية وهو بقاله 30 سنة في باريس، وأنجب منها ولد سماه شريف، اسم جميل أهو شريف. الواد عنده 4 سنين حصل خلاف بينه وبينها، من وراه هو في الشغل خدت العيال وسافرت أيرلندا، والعيال عندهم 4 سنين. دلوقتي شريف ده عنده 30 سنة وبيروح الكنيسة، ما
شافش ابوه من سن 4 سنين، وبالمحاكمة بالمحاكم بيبعت له $500 شهريا لايرلندا كمان، يعني بينفق عليه. شفت قد ايه شؤم بقى الزواج هناك يعني، فهمت؟ فالواحد ياخد باله، يعني كلام الفقهاء ده مش كلام اي حاجة. احنا نعرف، كنت ساكن في عمارة قبل ما اجي هنا المقطع، عمارة الأرماني كويس في المنيا. الأرماني ده كان راجل حاج محترم، انا ما شفتوش، بيقولوا لي كان من اهل القرآن، حافظ القرآن، وطول النهار الناس ما تشوفوش الا واحد يقرأ قرآن، الى ان مات. راجل طيب صالح، احفاد اولاده في امريكا نصارى دلوقتي، احفاد اولاده بعضهم سافروا امريكا عاشوا هناك، ولادهم طلعوا مسلمين ضعاف الاسلام، عاشوا هناك. ولاد بقى الولاد الضعاف الاسلام دول قالوا ايه يعني، ما كل واحد يختار دينه براحته، فعيالهم بقوا نصارى. شفت بقى شؤم الحكايه دي؟ فالكلام الامام الشافعي ده كلام مش اي كلام، اثبت الواقع فعلا ان هو بيحصل يعني واحنا عايشين. لا ده سافروا من زمان بقى واستوطنوا هناك وعايشين بقالهم هناك. هم عيال الراجل. العيال الراجل، لدرجة حتى لما مات ليهم نصيب في العمارة، قالوا لهم مش عايزين حاجة. بعتوا لهم تعالوا خدوا نصيبكم. قالوا مش عايزين حاجة. يعني في ناس في أجزاء من ولاده هنا وأجزاء من ولاده سافروا. أحفاد أولاده بقى اللي سافروا نصارى. وولاده اللي عاشوا هنا في مصر عيال محترمة ورجالة محترمة، واللي مربي لحيته واللي بيحج واللي بيصوم عشان نشأوا في وسط المسلمين، فحصل لهم البركة. المعيشة في وسط المسلمين يحصل لك فيها بركة كبيرة، إنما تعيش في وش الشياطين هناك تتشيطوا. ما هو أيوه، ما هو الفجر ده معدي، والصاحب ساحب كده يسحبك للبلاوي اللي هو فيه. فالواحد ياخد باله يا جماعة. قوله لمن يحتاج إليه، أي للشخص الذي يحتاج إلى النكاح سواء كان مشتغلا بالعبادة أم لا. وقوله بتوقانه للوقت متعلق بيحتاج، أي بسبب اشتياقه للوقت، فالباء للسببية. فإن لم يكن به توقان كره له النكاح إن فقد أهبته، سواء كان به علة كتعنين العنين اللي هو الذي لا ينتصب له ذكر أم لا، أو وجدها يعني وجد الأهبة وكان به علة كهرم وتعنين لانتفاء حاجتي مع التزام فاقد الأهبة ما لا يقدر عليه. يعني افرض واحد عجوز كبير قوي يقول لعياله عايز اتجوز، يقولوا له تموت يابا، يقول لهم اتجوز غيره، كأن يعني هو مش هيموت ابدا. طيب فبرضه ما يصحش يعني اتجوز واحده تتعبه في سنه الكبير، هي عايزه تتفسح وتخرج، هو عايز ينام بقى وركبه وجعاه يوم وكل يوم يتخن، فهمت ازاي؟ فما ينفعش. وكان بي علة كهرم كهرم كهرم، احنا تملي نقول هرم وده غلط، يعني غلط لغة بس احنا تعودنا عليه نقول هرم تكسر الهاء، فتحت القاموس قال لك كلها اسمها هرم، لا يوجد لغة حتى ولو ضعيفة بكسر الهاء كويس، زي هرم كهرم. وكان بي علة كهرم وتعنين لانتفاء حاجته مع التزام فاقد الأهل. افرض واحد من صغره مثلا بيطهروه قطعوا ذكره، بتجي لنا عيال كده والله طاهرهم مطاهر السيدة زينب في مولد السيدة، حش بدل ما يقطع الجلدة شال كل، واخد بالك؟ بتبقى حوادث بتجيلنا والله. او الولد ده لما يجي يكبر ده ما يتجوزش، هيتجوز يعمل ايه؟ ده مسكين هيعمل مشاكل ويفضح نفسه، فهمتني بقى ازاي؟ فالواحد ياخد باله من مثل هذه الاشياء وما يطهرش في مولد السيد. دكاترة كتير الحمد لله. لانتفاء حاجته مع التزام فاقد الأهلية ما لا يقدر عليه، وخطر القيام به في من عداه، فإن وجدها ولا علة به
فتخل لعبادة أفضل إن كان متعبدا اهتماما بها. ففي الحالة دي لا يستحب، زي الإمام النووي عمل في نفسه كده. الإمام نفسه كان لا يطوق للنساء وكان مشتغل بالعبادة فلم يتزوج، لأنه شاف أنه لو تزوج وهو لا يطوق للزواج هتشغله عن عبادة أفضل. فهمت إزاي؟ فما تزوجش. وإن لم يكن متعبدا فالنكاح أفضل من تركه لئلا تفضي به البطالة بسبب التفكر إلى الفواحش. افرض هو ما فيهوش عيوب وليس له طوقان، لكن ما فيهوش عيوب، يعني لو موجودة الزوجة هيطأها، لكن لو مش موجودة هو لا يفتقدها، ومش مشتغل بعبادة، نقول له لا اتجوز أحسن. ليه بقى؟ تنشغل في حاجة بدل ما تلاقي عندك فراغ ويتلموا عليك الناس ويعملوا لك الشقة بتاعتك صالة قمار، ويجوا لك يسهروا كل يوم البرتيتا بالليل ويقعدوا يحششوا عندك، وهتتلم عليك بقى ايه فرقة البطالة. نقول له لا. انما التاني مش خايفين عليه، ما قلنا له ما تتزوجش، لان ده راجل قاعد في العبادة ليل نهار، ده مش قلقانين عليه ده. انما التاني مش شاغل نفسه في حاجة، فاضي كده. فاضي ده بقى، ونفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فهمت بقى ازاي؟ فالواحد ياخد باله من هذه. قول ويجد اهبته عطف على قول يحتاج اليه، والاهبه بضم الهمزه مؤن النكاح، وقول كمهر ونفقه اي وكسوه كما اشار اليه بكاف التمثيل، والمراد بالمهر الحال منه، يعني مش شرط يبقى معاه المهر المقدم والمؤخر. يعني واحده مهرها مثلا 70,000 جنيه، لو دفع لها 10,000 جنيه مقدم ويقول لها المؤخر 60,000 تقبل خلاص، يبقى لو اول ما يتوفر معاه 10,000 يروح يتجوز، طب تبقى معاه بقى 70,000. فهمت بقى؟ والمراد بالمهر الحال منه، وبالنفقة نفقة يوم النكاح وليلة، وبعد كده ربنا يقضيها. فهم؟ هو معاه ليلة النكاح وإيجار الشقة اللي هيقعد فيها، واخد بعد كده ربنا يحلها إن شاء الله، هيجي له جواب التعيين وبقابلني في المشمش مثلا، واخد بالك؟ فايه يبقى خلاص يكفي ان هو يتجوز، لانه ممكن تبقى وشها حلوه عليه وتتفتح له ابواب الرزق، ودي مجربه يعني. وبالكسوه كسوه فصل التمكين، يعني هو اتجوزها في الشتاء وهو عنده كسوه شتاء ليه وليها، وعنده بطانيه حلوه كده الحمد لله مقاس نفرين، مش زي البطانيه اللي عندكم هنا في الاوضه دي مقاس نفر واحد، واخد بالك؟ تمشي الامور بقى. قوله فان فقد الاهبه اي مع توقان الوضع كما هو الفرض، وقوله لم يستحب له النكاح بل يستحب له تركه كما في المنهاج وغيره، وبالغ في شرح مسلم فقال يكره له النكاح. طب ويكسر شهوته ازاي؟ بالصوم بقى وغض البصر، ويكسر شهوته بالصوم ارشادا، فإنه بالتمرن عليه يضعف الشهوة، لخبر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء أي قاطع لتوقانه، والباء بالمد، الباء بالمد مؤن النكاح. فإن لم ينكسر بالصوم لا يكسره بالكفور ونحوه، ما ياخدش أدوية بقى، ما ياخدش بقى ايه أدوية، بل يتزوج ويتوكل على الله بقى وربنا يعينه. فاهم؟ هو جرب الصوم مفيش فايدة، صام اثنين وخميس مفيش فايدة، خلاها يوم بعد يوم برضه مفيش فايدة، خلاها يوميا برضه مفيش فايدة، خلاص يا ابني بقى اتجوز وخلاص، ما تدورش على واحدة غالية المهر، اتجوز واحدة تكون مهرها كده حنين ومشي أمور، لكن ما ياخدش أدوية بحيث تخيبه على ما يتيسر ليه الفلوس يجي يتجوز لقى نفسه بقى عنين. فهمت؟ ما ينفعش. فما ياخدش أدوية بقى تخيبه، لأن هو يمكن خيبان من بابه، فما يزودهاش. لا يكسره بالكفور ونحوه، بل يتزوج ويتوكل على الله، فإن الله يتكفل بالرزق للمتزوج بقصد العفاف. في حديث كده، كان ثلاثة كان حقا على الله أن يوحينهم، منهم الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد ايه؟ الحرية، والمستدين يريد الأداء كده برضه.
فإن كسره بالكافور والطيار ونحوه، أنواع أدوية ظهر أيام الإمام البيجوري كانت مشهورة، كره إن أضعف الشهوة، فإن قطعها من أصلها حرم، وكذلك استعمال المرأة الشيء الذي يبطئ الحبل أو يقطعه من أصله، فيكره في الأول اللي هو يبطئ الحبل، يعني تاخد حبوب من الحمل أول سنة واثنين عشان تجرب جوزها أخلاقه حلوة ولا لأ، عشان لو أخلاقه حلوة تخلف منه، لو أخلاقه وحشة نتطلق ونبقى خفاف خفاف. في ناس بتفكر بالطريقة دي، ده يكره، يكره لكن مش حرام على فكرة. لكن لو خد الدواء يقطع النسل من الأصل، هنا يحرم بقى. واضح؟ فيكره في الأول ويحرم في الثاني اللي هو يقطعه. ونقف على قولي ويجوز للحر، كفاية كده. نكمل المرة الجاية إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غاب عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا. ايه مع واحد اسمه سالم الكندي، ركب الناقة وشرخ على المدينة بالرسالة. حقرارك نص الرسالة بتاعت ايه سيدنا عمرو بن العاص اللي هو قاعد يكتبها، وكان قاعد معاه بيكتبها مين؟ خالد بن الوليد وعبد الله بن عمر، واخد بقى عبد الله بن عمرو بن العاص والمقداد بن عمرو وسليمان بن خالد بن الوليد وعمار بن ياسر العبسي، غير عمار بن ياسر اللي هو مشي مع سيدنا عادي، ده واحد تاني، وحوالي 20 من أهل بدر. كل دول قاعدين بيكتبوا الرسالة لمين؟ لسيدنا عمر. شوف نص الرسالة لطيفة، يعني نص الرسالة هقراهولك لطيف، يعني كنتش ناوي اقراهولكوا، استنى ايه اهو. شوف يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمرو بن العاص عامل أمير المؤمنين على مصر ونواحيها، إلى أبي عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأثني عليه وأصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام على من بالمدينة من المهاجرين والأنصار، ولله الحمد والمنة يا أمير المؤمنين. قد فتحت مصر والوجه البحري والإسكندرية وتروجة ودمياط. إيه تروجة بقى دي؟ حد يبحث لنا في البلدان اللي هي تساوي مدينة ايه دلوقتي؟ حد يشوف تروجة كده زي ما قلت. ودمياط، ولم يبقى بالوجه البحيري او البحري مدينة ولا قرية الا فتحت بالاسلام، وعز الله المسلمين واذل المشركين واعلى كلمة الدين. وقد اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السادة الامراء والاخيار والمهاجرين والانصار، وهم يطلبون الاذن من امير المؤمنين هل يسيرون إلى الصعيد أو إلى الغرب، والأمر أمرك يا أمير المؤمنين، فإنهم على الجهاد قلقون وقد باعوا أنفسهم لله رب العالمين، وإن منتظرون جوابك يا أمير المؤمنين والدعاء منك عند ضريح خاتم النبيين والمرسلين. والدعاء منك عند ضريح خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. كويس. وكتب هذه الأبيات: صوارمنا تشكي الظما في أكفنا، وأرماحنا تبكي من الصد والهجر، إليك افتقار الحرب يا طيب السنة، ويا من أقام الدين بالفتح والنصر. فقد زلفت خيل الكرام إلى العدا، بنو شيبة الصراء ثم بنو فهر، وصالت لؤي مع معد وغالب، وسادات مخزوم الكرام ذوي الفخر، تروم سيرا للعدات على شفا
تمكن في أعلاهم البيض والسمر، البيض اللي هي السيوف يعني، على كل طرف غائص في ظلاصه يعجعج في نقع الوطيس كما الجمر، بكل كمي صادق الوعد صائل ترى درعه الزاهي تمكن في الصدر، يرى الموت في نقع الوقائع مغنما ويكسب من قتل العدا غاية الأجر. كويس. قال الراوي: فلما فرغ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من إنشاده عرضه على أصحابه رضي الله تعالى عنهم، قالوا له حكاية بلاش الدعاء عند القبر، مش وهابية، قالوا له يلا ابعثه. حلو. وختمه واستدعى برجل من الصحابة يقال له سالم بن نجاح الكندي، فسلم إليه الكتاب ودفع له ناقة شارية فاستوى على ظهرها وخرج يريد المدينة وهو يقول هذه الأبيات. برضو ما كانش وهابي سالم، خد بالك بالأبيات بيقول إيه: أسير إلى المدينة في أماني، وأرجو الفوز في غرف الجنان، وأرجو أن يقرب لاجتماعي وأعطى ما أريد من الأماني، ألا يا ناقتي جدي مسيرا إلى نحو النبي بلا امتهان، ولا إلى مسجد النبي، ها؟ إلى نحو النبي على طول. التانيين يقول لك لا خد بالك ما تجدش الحل إلا للمسجد، إنما القبر لا. فهمت بقى؟ ما كانوش وهابية يعني، أنا بقول لك إن الصحابة ما كانوش وهابية. وأقريه السلام وأنشديه كلاما صادقا حسن البيان، ألا يا أشرف الثقلين يا من به شرف المدينة شرف المدينة والمكان، فكل لي في المعاد غدا شفيعا فأنت مشفع في كل جان. كويس؟ أرى لك بقى رد سيدنا عمر وخلاص وتروح، إنه كتاب لطيف يعني. أيوة أنا بقول لك ما كانوش وهابية عشان تعرف بس ان ايه. ها؟ موجوده في كتب التاريخ بس مين يقرا؟ مين يقرا ومين يطلع؟ هم بيستغلوا، عشان كده مذهبهم ينتشر مع الجهل اللي ما بيقروش. انما اللي بيقرا عارف، وعارف انهم جهل. فهمتني ازاي؟ أرى لك بقى إيه كلام خطاب سيدنا عمر. كان حقي علم تعليم. أهو قال الراوي: ثم بات سالم تلك الليلة، فلما أصبح توضأ وصلى الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يسأله رد الجواب، فاستدعى عمر رضي الله تعالى عنه بدوات وقطاس بعد ما استشار الصحابة كلهم بقى، سيدنا علي، سيدنا عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، وكل أكابر المدينة استشارهم، وبعدين كتب له بقى الخطاب. فاستدعى عمر رضي الله تعالى عنه بدوات وقطاس، وكتب كتابا يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر بن الخطاب إلى عامله على مصر ونواحيها عمرو بن العاص، سلام عليك ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام على من معك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وإني قد قرأت كتابك وفهمت خطابك، فإذا قرأت كتابي هذا فاستعن بالله تعالى ورابط الخير، وأرسل الأمراء لكل بلد أمير ليقيموا بها شعائر الإسلام ويعلموا الأحكام، وجهز 10,000 فارس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر عليهم خالد بن الوليد، وأرسل معه الزبير بن العوام والفضل بن العباس والمقداد بن الأسود الكندي وغانم بن عياض الأشعري
ومالكا الأشتر وذا الكلاع الحميري وأصحاب الرايات وجميع الأمراء، وأمرهم أن ينزلوا على المدائن ويدعوا الناس إلى الإسلام، فمن أجاب فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن أبى فعليه الجزية، فإن عصى وامتنع فالحرب والقتال، واستعينوا بالله واصبروا، وإذا حاصرتم مدينة فشنوا الغارات على السواد. وقد بلغني أن بمصر مدينتين، إحداهما يقال لها أهناس. أهناس دي موجودة في الصعيد لسه اسمها أهناس؟ أهناسيا. أهناسيا. دي أهناسيا فين؟ ناحية الفيوم؟ في الفيوم. أيوه. مدينتين إحداهما يقال لها أهناسيا دي تبع بني سويف، يعني تعتبر شرق النيل ولا غرب النيل؟ غرب النيل. تمام. وبعدين البحنسة غرب ناحية بلمنيا برضه. والبحنسة بعدها. طيب. فسيدنا عمر بيقول إيه؟ وقد بلغني أن بمصر مدينتين إحداهما يقال لها أهناس والثانية يقال لها البهنسة، إلا أن البهنسة أحسن وأمنع وأعظم وأحسن. وبلغني أن فيها بطريقا طاغيا ظالما سفاكا للدماء يقال له البطلوس، وهو أعظم بطارقة مصر، وأنه ملك الواحات، فلا تقربوا الصعيد حتى تفتحوا هاتين المدينتين. يبقى قال له روح الصعيد الأول بس تبتدي بقى ناس وبقى ناس كويس، حتى تفتحوا هاتين المدينتين، وعليك بتقوى الله في السر والعلانية أنت ومن معك، وأنصف المظلوم من الظالم، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وخذ للضعيف حقه من القوي، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وأقم أنت بمصر وأرسل الأجناد، فإذا احتجت مددا فكاتبني أبعث لك المدد والمعونة من الله عز وجل، وأسأل الله تعالى لكم الفتح والنصر، والحمد لله رب العالمين. ثم طوى الكتاب وختمه بختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفعه إلى سالم فأخذه ووضع الصحابة بعد أن توضأ وصلى ركعتين، ودعا الله تعالى عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهو التنين الوهابية يتباهى، يقولك أنا بقالي 40 سنة في المدينة ما زرتش قبر النبي، ويتباهى 40 سنة في المدينة. فكفاية عليكم كده. سبحانك اللهم وبحمدك، بس كتاب لطيف.